ما والو اصاحبي. ترخ يا رجاج يا ودي. اوه ماي جاد. هادو في ثلاثة. ها شوفوا ها شايف. هاي 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 مكسر كارش يا سيدي. ها نهضر معاك اللي كذب عنه. ها ويشوف عيني. ها انه قد يقول لي فيه جماعه هذا امور تعليميه تاع الاولاد. ليتو يا رب العالمين. احنا بالنسبه لنا هذه الامور ثابته ومعترف وعنها اجماع عالمي. عنها اجماع عالمي. هذا على طلع عليك. هاب لكم الاخر. الله يحرق تواصل لبعضنا وبعدين تواصل خالتك. هذه بالنسبه للخريطه تاع الكره الارضيه. المصدر تاعها هو الهيئه تاع الامم المتحده. وجهك ديال القصدير انت ما كتحشمش. شوف ما من الخدمه تاعها مدغوله. شوف شوف باش ما تقنع. شوف مدغوله. ها شوف مخدومه. دوك حنا نجيو في ريفيو مثلا تاع دول العالم. نعطيو مثال هنا الخريطه هنا غير في افريقيا غير محترمه من المعايير. بغيتي الحلاوه وداك الشيء بتاكاتي والحياه. الخطا في هذه الزاويه بين الحدود الجزائريه ولا دوك مثلا نعطيك مثال منطقة الصحراء الغربية غير موجودة نهائيا الخريطة تعتبر يديروها في دولة واحدة وهذا خطأ. أبا تامي تحت الله أنا ما عطي لهذا واحد جوج دراهم. وسميوها وسترن سارة يعني معناها الصحراء الغربية. هكا This is Morocco, officially known as the Kingdom of Morocco. The name Morocco عاهرة جزائرية بمارسيليا ترفض ممارسة الحميمية مع مغربي وشم خريطة المغرب على صدره. إنا لله ودعمت. في خبر غير عادي يتصدر عناوين الصحف المحلية في مارسيليا بفرنسا رفضت عاهرة من أصل جزائري منح خدماتها لمغربي وذلك بعدما شاهدت وشم خريطة المغرب كاملة على صدر العميل. المصادر كشفت أن العاهرة الجزائرية اتفقت مع الزبون المغربي بعد عشاء رومانسي مساء الثلاثاء في أحد مطاعم مارسيليا على الذهاب إلى فندق يقع في منطقة روكاس بلانك لممارسة العلاقة الحميمية وقضاء الليلة معه. في البداية كان كل شيء على ما يرام واستغرقت المداعبة الرومانسية قرابة الساعة وتبادل الشريكان القبلات الساخنة وقامت المرأة بمداعبة المغربي الذي بدوره وافق على مداعبة جهازها الرئيس الجزائري. لكن ظهرت المشاكل عندما بدا العشيقان في خلع ملابسهما بالكامل حيث تفاجأت الشابة العشرينية عندما لاحظت أن زبونها المغربي لديه وشم لخريطة المغرب على صدره. وبعد مشاجرة سياسية كتلك التي نشاهدها كل يوم على مواقع التواصل الاجتماعي بين مغاربة وجزائريين ارتدت الشابة ملابسها بسرعة وغادرت المكان بعد أن فهمت موكلها ندمها لأنها وافقت على الخروج مع رجل مثله. يا ضنايا. Thank you.
Por primera vez en la historia, un mundial se va a jugar en tres continentes. Va a llegar a Europa, ahí ven iluminados, ¿no? A España, Portugal y en África a Marruecos. España va a ser la sede principal, aunque Marruecos empieza a pedir más sedes e incluso la final. Ho ho ho!